أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نتعلم طريقة صنع الشمس، إن شاء الله تعجبكم. فيكم تعملوا لها تعليقة مثل ما لي عاملة، تعلقوها على الحيط. يلا نبدأ. رح نحتاج خيط أصفر، خيط أحمر مشان لون التم، إبرة كروشيه مقاس 4، هي 4 بس ما محي الرقم، ومقاس علامة الغرز، ولون تاني مشان تعملوا لون العقدة اللي على راسها. أنا اخترت الزهري. أول شي رح نعمل الدائرة السحرية، بس ما رح نعمل سلسلة هلا مشان ما تبان بعدين. رح نعمل دغري غرزة حشو. بهالشكل. هلا رح نكملهم، رح نعمل 6 غرز. هاي واحدة، هلا 2 3 4 5 6. هلا رح نشد الخيط ورح نعمل غرزة الصف الثاني بأول غرزة عملناها. هلا رح نعمل غرزتين عشان بداية الدور. الصف الثاني رح يكون كله تزايد. هلا انا عملت واحدة، رح احط العلامة. هلا رح اعمل واحدة تانية بنفس الغرزة. اثنين. هلا رح نكمل الصف تزايد. 3 4. هلا باللي بعد 5 و6. 5 6. سبعة وثمانية. رح كمل الصف وارجع لكم. خلصت الصف، صار عنا 12 غرزة. هلا رح نبلش بالصف الثالث. رح نعمل بعد كل غرزة، غرزة حشو عادية، غرزة تزايد. هلا انا عملت واحدة. هلا بس بالغرزة الثانية رح نعمل 2 2 و3. هلا 4. هلا غرزة عادية. هلا اللي بعدها تزايد. 5 6. هلا غرزة عادية. 7. هلا 8 و9. 8 9. يعني وحدة ايه وحدة لا التزايد. رح كمل الصف وارجع لكم. خلصت الصف، صار عنا 18 غرزة. هلا رح نبلش بالصف الرابع. رح نعمل اول شي غرزة عادية. رح نرجع العلامة. رح نعمل هاد الصف بعد كل غرزتين حشو غرزة تزايد. هلا انا عملت واحدة. هلا رح نعمل الثانية. 2. هلا باللي بعدها 3 و4. 3 و4 نفس الغرزة. هلا 5 6. هلا 7 و8 مع بعض. 7 8. رح تكملوا بالصف بنفس الطريقة.
خلصت الصف، صار عنا 24 غرزة. هلأ رح بلش بالصف اللي بعده، رح نعمله بعد كل 3 غرز حشو غرزة تزايد. واحدة، اثنين، ثلاثة، هلأ التزايد، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، هلأ 9 و10، 9 و10. رح تكمل الصف كله بنفس الطريقة. خلصت الصف، هلأ رح نبدأ بالصف الجديد، رح نعمله بعد كل 4 غرز غرزة تزايد. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، هلأ التزايد، خمسة، ستة، هلأ رح نكمل، سبعة، ثمانية، تسعة، 10، هلأ رح نتزايد، 11 و12. رح تكمل الصف بنفس الطريقة. خلصت الصف، هلأ رح نعمل 3 صفوف عاديين من غير تزايد. هلأ رح بلش بأول صف، واحد، طبعا عدد الغرز هلأ صار عنا 36 غرزة. هلأ رح نعمل صفوف عادية، 3، 2، 3، 4، 5، 5، 6. رح اعمل الصفوف وارجع لكم. خلصت الصف، خلصت الصفوف، هلأ رح نعمل اخر غرزة، غرزة منزلقة. رح نقص الخيط ونشده. طبعا رح تعمل واحدة تانية من هاي، هعملها وارجع لكم. خلصت التنتين، خفيت الخيطان، هلا رح نعمل الداير. رح ناخد الخيط نفوته بأي مكان، بأي غرزة ما في فرق. رح ناخد التانية، رح نفوته بأي مكان كمان، بأي غرزة حنفوت الخيط بالغرزتين. رح نعمل سلسلة. هلأ أول شي رح نعمل غرزة حشو بنفس الغرزة، بعدين رح نعمل غرزة نص عمود بنفس الغرزة كمان. وهلأ رح نعمل غرزة عمود بلفة نفس الغرزة كمان. هلأ رح نرتفع سلسلتين، رح نفوت السنارة بين غرزة العمود والبلفة والنص عمود بهذا الفراغ هون.
رح نعمل منزلقة. هلأ رح ننتقل للغرزة اللي بعدها. رح نعمل غرزة عمود بلفة. هلأ رح نعمل نص عمود نفس الغرزة. هلأ رح نعمل غرزة حشو كمان بنفس الغرزة. هيك بتكون خلصت أول وحدة. هلأ رح ننتقل للوحدة الثانية. رح نعمل منزلقة بأول من الغرزة اللي بعدها. طبعا عم نفوت بالغرزتين، هاي باللي هون واللي هون. طبعا نخفي هذا الخيط أثناء الشغل. هلأ رح نعمل غرزة منزلقة. هلأ رح نعمل غرزة حشو بنفس القرنة نفس الغرزة. هلأ رح نعمل غرزة نص عمود بنفس الغرزة كمان. هلأ رح نعمل عمود بلفة بنفس الغرزة كمان. هلأ رح نرتفع سلسلتين. ونفوت بهذا الفراغ اللي جنب العمود اللي بين النص عمود والعمود بلفة. رح نعمل سلسلة بهالمكان. هلأ رح ننتقل للغرزة اللي بعدها. رح نعمل غرزة عمود بلفة. بعدين رح نعمل النصف عمود نفس الغرزة. هلأ رح نعمل غرزة حشو بنفس الغرزة. هيك تكون خلصت تاني وحدة. رح تكرروا نفس الخطوات بكل وحدة رح تعملوها. رح كملهم وارجع لكم. خلصت الداير. هلأ باقي رح نعمل اخر غرزة منزلقة. رح نعملها بأول غرزة ابتدينا فيها. هلأ رح نقص الخيط. هلأ رح نعمل العقدة. أول شي رح نعمل الدائرة السحرية. رح نعمل 5 سلاسل، قصدي 4 عفوا. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. هلأ رح نعمل 3 عواميد بلفتين. واحد، اثنين،
ثلاثة. هلا رح نعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4. هلا رح نعمل منزلقة، هلا رح نرد نعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4. هلا رح نرد نعمل 3 عواميد بلفتين، هي 1 2 3. هلا رح نعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4. ورح نعمل منزلقة، هلا رح نشد الخيط تبع الدائرة، رح نقص هذا الخيط، رح نطوله شوي. طبعا رح نخفي هذا الخيط اول، بعدين هذا الخيط الطويل رح نعمل له كم دورة حواليها. ورح نخفي هذا الخيط الثاني، رح اخفي الخيطان وارجع لكم. هلا لزقت لها العقدة ولزقت لها العيون، هلا رح ساوي لها التم، رح نفوت من ورا بقرنا يكون فيها فراغ مثل هون، رح نطلعها من بعد تاني صف. هاي اول صف وهي تاني صف، رح نترك شوي من الخيط ورا طالع، رح نفوتها بمقابله هون، رح نطالع الإبرة من النص منهم من هاي القرنة. حنفوت الإبرة من هون، بس شكلها رح نفوت الإبرة من نفس المكان من هون، وهلأ رح نطالعها من برا من نفس المكان اللي فوتناها فيه. لو لقيته راخي ممكن نشد الخيوط اللي ورا، هلا رح تعقدوا الخيطان ونخفيهم، رح اخفيهم وارجع لكم. هلا رح نعمل التعليقة، رح نقص خيط بالطول اللي بدنا اياه، رح نفوت الخيط بغرزتين من ورا، هلا رح نعمل عقدة فيه،
بهالشكل. هلا رح نفتله، رح نخفي العقدة بالسنارة، مثل ما شايفين انخفت هيك، بتكون خلص شكل الشمس. ان شاء الله يعجبكم. للمزيد اشتركوا بالقناة وادعمونا بلايك.